اوبتيك اتروفي من المواضيع المهمه برضو في شابتر النيورو اوفثالمولوجي. ديفينيشن ديجنريشن اوف السنترال نيرفس اوف الاكسونز اوف الاوبتيك نيرف فايبرز. طيب التايبز بتاعته في برايمري وسكندري. السكندري ده اللي احنا قلناه في المرتين اللي فاتوا، في مره في البابلديما ومره في البابلايتس، تمام. وفي كونسيكوتيف تابع لاحد الامراض، وبوست جلوكوميتس كنا قلنا في شابتر الجلوكوما. البرايمري بيحصل او معظم الاصابات بتاعته بتبقى حاجه مش ريليتد للريتنا او بتبقى ورا الريتنا، زي مثلا ايه سنترال نيرفس سيستم ديزيز، زي تيبس دورساليس تي دي تيبس دورساليس او ديسيمينيتد سكليروباسي. وفي برضه ديكريز باد فلو للاوبتيك نيرف. ممكن يكون عندي بريشر حصل على الاوبتيك كيازما او الاوبتيك نيرف بسبب ايه تيومر. التيومر ده ممكن يكون جاي من البيتيوتري جلاند فبيعمل عندي اتروفي عند الاوبتيك كيازما، او انيوريزم في اي ارتري ماشي جنب الاوبتيك نيرف عمل انيوريزم. عارف انيوريزم يعني ايه؟ عند الارتري ده كده نورمال ارتري، الارتري وذ انيوريزم. انيوريزم عباره عن ايه؟ دايليتيشن كده بيبقى موجود، الحته دي اسمها انيوريزم. فانيوريزم لما بيظهر في بعض الارتريز ممكن يضغط على الاوبتيك نيرف ويعمل له اتروفي. السكندري عرفناه قبل كده، الكونسيكوتيف او التابع لاحد الامراض من ديت، زي مثلا ايه ديابيتيك ريتينوباسي او لونج ستاندنج ريتينال ديتاتشمنت. الهاي مايوبيا برضو بتعمل عندي في الاخر ريتينال ديتاتشمنت وبتعمل عندي ريتينال تير. لكن طبعا اهم سببين في الكونسيكوتيف اوبتيك اتروفي هما الريتينايتس بيجمنتوزا والسنترال ريتينال ارتري اوكلوجن. بوست جلوكوماتيس من اسمه ان السبب بتاعه هو الجلوكوم. انفستيجيشن ازاي بقدر اشوف الاوبتيك اتروفي او اتعرف عليه؟ بالاوفثالموسكوب او بالفلورسين انجيوغرافي، الفيجوال فيلد اكزامينيشن، والسكال اكس راي. التريتمنت طبعا احنا تريتمنت هنا تريتمنت اوف ذا كوز، ان احنا لكن العصب نفسه لو حصل له ضمور مش هقدر ارجع العصب، عشان كده مكتوب هنا نو تريتمنت اب تو ناو. لكن احنا ممكن نقول تريتمنت اوف ذا كوز مع شويه فازو دايليتورز ممكن يساهموا في تقليل الضمور العصب، لكن مش هيرجعوا العصب لو حصل له ضمور كامل. طيب الموضوع ده كله اساسا بيتلخص في جدول، يعني هو جدول كده بيتعمل، لو هو موجود عندها في الكتاب كويس، لو مش موجود احنا نعمله بايدنا، ولو عملنا بإيدنا هيبقى أحسن لأن هنحفظه أسرع. طيب البرايمري سكندري كونسيكوتيف في حاجتين، ريتينايتس بيجمنتوزا وسنترال ريتينال أرتري أوكلوجن والجلوكوميتاز. الكوز ممكن برضو نزود خانة في الكوز هنا في الجدول ده بحيث نكون حاطين الموضوع كله كوز وديفرنشيال دايجنوزيس كله مع بعض. فالكوزز قلناها قبل كده خلاص، تمام. طيب أهم حاجة في الجدول ده إن احنا نحفظ أوجه المقارنة، وإزاي نحفظ الجدول ده؟ طبعا احنا لو واحد مذاكر المواضيع كويس ممكن يعني مجرد ما يعرف اوجه المقارنه يكمل الكلام اللي جنبها، لكن لو واحد يعني ايه نص نص احنا برضه هنحاول نحفظ الجدول بطريقه حتى لو انت مش مذاكر المواضيع كويس او مش مفتكرها كلها في دماغك. اول حاجه اوجه المقارنه، في عندنا 3 اوبتيك. الثلاثه اوبتيك في اوبتيك ديسك مارجن واوبتيك ديسك كلر واوبتيك كاب، وبعد كده يبقى في عندنا الفيسلز والريتنا، واللامنا كريبروزا بتكون لوحدها. الفيسلز والريتنا ممكن نفتكرها من اي رسم اي صوره للريتنا او الفاندس اكزامينيشن. احنا بنيجي نبص على الفاندس بنشوف ايه قدامنا، يعني اي صوره للفاندس هنا اهي قدامنا ايه الريتنا الشبكيه وقدامنا البلاد فيسلز. خلاص يبقى عندنا نفتكر ان اوجه المقارنه 3 اوبتيك وبعد كده ريتنا وفيسلز مع بعض واللامنا كريبروزا لوحدها. ايه هي اللامنا كريبروزا؟ للناس اللي ما سمعتش شابتر الجلوكوما او الريتنا قبل كده، اللامينا كيبروزا هي اللي قدامنا دي، حاجه زي الغربال موجوده في البوستيرير بول، البوستيرير بول اوف ذا اي بول، بيعدي منها الفايبرز بتاعه الاوبتيك نيرف. يعني هو المنقط بالاسود ده هو ده اللامينا كيبروزا، اهي مكتوبه اللامينا كيبروزا. طيب نبدا اول حاجه عندنا اللي هو الاوبتيك ديسك مارجن. الاوبتيك ديسك مارجن في البرايمري، احنا قلنا البرايمري الاسباب بتاعته بتكون حاجات مش ريليتد للريتنا او ريليتد للفندس، بتبقى حاجات ورا بتبقى موجوده في السي ان اس.
زي التيبس دورزالي، زي مرض بيحصل في السي ان اس نفسه، ونتيجة ليه ممكن يحصل اتروفي او ديسيمينيتد سكليروزس. فعشان كده لما اجي ابص على الاوبتيك ديسك مارجن في الغالب هيبان يعني كويس، ما فيهوش حاجه، المارجن بتاعه هيبقى ويل ديفايند، لان مفيش حاجه جت على الاوبتيك ديسك مارجن نفسه واثرت فيه، لان المشكله كانت ورا الاوبتيك ديسك اساسا. طيب في السكندري البابلايتس والبابلديما، اساسا من اسمهم بابلايتس يعني انفلاميشن اوف اوبتيك ديسك، وهنا بابلديما اديما ان ذا اوبتيك ديسك، وبالتالي المارجن اكيد هيتاثر، فهيكون عندي ال ديفايند و الريجولار كونسيكوتيف سنترال ريتينال ارتري اوكلوجن او ريتيناتس بيجمنتوزا. الريتيناتس بيجمنتوزا احنا خدنا الموضوع ده قبل كده في الريتنا، بطبيعتها اساسا يعني لو عايزين نفتكر، لو الناس ما سمعتش ايه ريتيناتس بيجمنتوزا، ديت صوره للريتيناتس بيجمنتوزا، شايفين منظر الشبكيه عامل ازاي، تحس فيه خيوط عنكبوت كده، حتى بنسميها بلاك سبايدر ابيرنس، منظر خيوط عنكبوت كده موجود على الشبكيه، ممكن يكستند لحد ما يوصل للاوبتيك ديسك، وبالتالي الاوبتيك ديسك هيبقى ايه ال ديفايند بسبب الخيوط او السواد اللي منتشر ده. لكن في السنترال ريتينال ارتري اوكلوجن يعني انا عندي ارتري واتقفل، الاوبتيك ديسك او الاوبتيك ديسك مارجن يعني في الغالب هيفضل زي ما هو. الجلوكوميتاس سهله جدا، احنا ممكن لو احنا مذاكرين جلوكوما كويس او حتى متخيلينها، مش لازم مذاكرينها بالحرف، مجرد تخيل الجلوكوما وفاهمين جلوكوما يعني ايه، هنعرف مباشره ان اوفر هانج ايدجز هيحصل عندي في الديسك مارجن. اللي مش متخيل كده نرجع للصوره دي عشان نشرح عليها يعني ايه اوفر هانجنج، او نخليها هنا. ايوه هنا، انا وقت لما بيزيد عندي الضغط هنا ممكن يحصل عندي ايه جلوكوما. طيب الجلوكوما الزايد قوي او الضغط العالي جدا ممكن من كتر ما بيزيد هنا بيضغط على الاوبتيك ديسك، فيقوم ايه يتوسع الاوبتيك ديسك او بيفتحه او بيفتح الفايبرز دي يخليها توسع عن بعضها، بدل ما هي عامله كب صغير كده لا تعمل كب كبير كده. فممكن بزياده الضغط يعمل عندي ايه حاجه اسمها اوفر هانجنج، من كتر ما هو عمال يزق يقوم الكب يبقى عامل زي الحلة أو زي السلطانية كده. شوفوا المنظر هيبقى عامل ازاي، هيبقى عامل كده من كتر الضغط، المنظر بقى عامل كده، الضغط عمال يخش ويزق كده وعمال يزق كده وعمال يزق كده، وبالتالي المنظر ده ممكن يحصل له شوية advancement، فيوصل لمرحلة إن بيحصل overhanging للإدج بالمنظر ده كده وكده. شايفين الإدجز بقت عاملة ازاي بتاعة الأوبتيك ديسك، بقت اوفر هانجنج، دي معنى الاوفر هانجنج بتاع الجلوكوما. وطبعا اي حد قرا شابتر الجلوكوما او سمعه من التسجيلات اللي احنا بنعملها دي هيكون فاهم الكلام ده على طول. طيب تاني حاجه في الاوبتيك، اوبتيك ديسك كولر، احنا هنحفظه ازاي؟ ابيض لون، ابيض لون، ابيض، تمام. الاولاني عندنا ميلك وايت، بعد كده بيل جراي، بعد كده وايت برضو ابيض، بعد كده واكسي يلو، بعد كده بيل وايت اللي هو وايت يعني، تمام. يعني احفظها ايه بالتتابع كده، هنا هيبقى فيه ابيض، بعد كده لون اللي هو رصاصي، بعد كده ابيض، بعد كده لون اللي هو اصفر، بعد كده ابيض. طيب الاوبتيك كاب، الاوبتيك كاب سهل قوي وبرضه ممكن نمشي بيه بسيكونس زي السيكونس اللي قلناه من شويه. اول حاجه عندنا السوكر شيب، السوكر شيب اللي هو الشالو اتروفيك، يعني عامل كده جاي كده وبعدين نزل شويه ديبريشن وطلع تاني شويه ديبريشن، انما هنا دي بلارج ديت هنفهم عامله ازاي، هتبقى عامله كده مثلا، انما هنا سوكر شيبد، وكلمه سوكر ترجمتها اللي هو الصحن بتاع فنجان القهوه. طبعا صحن فنجان القهوه بيبقى فيه ايه سلايت كده ديبريشن، هو ده الديبريشن اللي بيبقى موجود او نفس الديبريشن اللي بيبقى موجود في الاوبتيك كاب في حاله البرايمري او الكونسيكوتيف مع السنترال ريتينال ارتري اوكلوجن. الاوبليتريتد هنا بمعنى ايه؟ الاوبليتريتد هي نفس الكلمه، نفس كلمه فيلينج، احنا كنا قلنا فيلينج من شويه شرحناها على الرسمه، قلنا ان الكب بيتملى او بيضيق او بيتقفل خالص، تمام. وبالتالي برضو ممكن نحفظها بنفس الترتيبه، هنا سوكر شيبد او شالو، بعد كده اوبليتريتد، بعد كده سوكر شيبد، بعد كده اوبليتريتد، وفي الاخر هيبقى عندي ايه ديب لارج. الاساس دي تعتبر ايه برضو سوكر، لكنها السوكر حصل لها إيه ديبنس او سيفير سوكر شيبد، وبالتالي بقى اسمها ديب لارج. طيب بعد كده عندنا اتنين مع بعض وواحده اللي هي اللامينا، اللامينا كريبروزا. اساسا اللامينا كريبروزا الفكره فيها ايه، انا وقت ما يحصل عندي اوبتيك اتروفي بشكل عام، لما يحصل عندي الضمور في العصب، طبيعي ان العصب ده نمسح الحبر اللي هنا، ديت اللامينا كريبروزا، انا مش قادر نورمالي لما اجي ابص من كده مش هشوف حاجه لان في اوبتيك ديسك سليم مغطي عليها،
لكن لما بيحصل ضمور اكيد الفايبرز دي بتضعف وبتقل في يعني بتقل المساحة اللي هي اخداها، وبالتالي بيكون من السهل ان انا اشوف اللامينا كيربروزا الا لو في حاجة تانية منعت ان انا اشوفها. فاحنا لو جينا هنا في اللامينا كيربروزا هنشوفها كويس ويل سين بسبب حصل عندي ضمور في العصب، تمام. هنا هتبقى اوبسكيورد. اوبسكيورد ليه؟ او هتبقى مش واضحة بسبب ان انا عندي انفلاميشن وعندي بابليديما. الاديما لما تحصل اوكي هتؤدي بعد كده لضمور في العصب البصري، لكن الاديما برضو بتعمل كده اليفيشن في الاوبتيك ديسك. واحنا برضو قلنا ان البابلايتس بتعمل سلايتلي اليفيشن، كان في واحده فيهم 3 ديوبتر في البابلايتس و9 ديوبتر في البابليديما، فالبابليديما دي حتى في ظل وجود ضمور في العصب البصري هتغطي على اللامينا كيربروز، عشان كده قلنا اوبسكيورد يعني مغطياها او مش باينها كويس. في السنترال ريتينال ارتري اوكلوجن هتبان كويس بسبب ايه؟ ان برضه حصل عندي ضمور. انها في الريتينايتس بيجمنتوزا هتبقى اوبسكيورد بسبب ايه؟ الشبكيه بقى لونها اسود، فبالطبيعي ممكن السواد ده يحصل له اكستنشن زي ما قلنا من شويه على الاوبتيك ديسك، فبرضه ما يخليش يشوفها كويس. انها في الجلوكوميتس هتبقى طبعا ايه؟ ويل سين، ولو واحد مذاكر جلوكوما هيفهم ويل سين ليه؟ ده هتبقى واضحه جدا. ده يمكن اوضح حاجه في الجلوكوما هتكون اللامينا كيربروزا، يعني لما الدكتور لو الدكتور سألك هي اكتر حاجه ممكن نشوف فيها اللامينا كيربروزا، اول حاجه تقول له الجلوكوما، لان الجلوكوما لما الضغط يزيد تقعد توسع الفايبرز عن بعضها توسع الفايبرز عن بعضها، وشرحنا الكلام ده في شابتر الجلوكوما لحد ما اللامينا كيربروزا تبان قدامي. وبرضه ممكن نحفظها بسيكونس ويل سين اوبسكيورد ويل سين اوبسكيورد ويل سين، تمام. يعني الثلاث خانات دولت كده ممكن يتحفظوا بسيكونس سهل. الفيسلز والريتينا. الفيسلز في البرايمري احنا قلنا ان البرايمري المشكله تبقى ورا العين او ورا الريتينا، وبالتالي الفيسلز هت appear normal مفيش حاجه جت ناحيتها، وكذلك الريتينا مفيش حاجه ناحيه الريتينا خالص. انما هنا في الامراض اللي بتيجي في هتعمل الفيسلز بعد كده attenuation، اي مرض بيأفكت الريتينا بيعمل لها attenuation. يعني هنا في البابلايتس والبلديما affected optic disc، واحنا عرفنا ان بيعمل attenuated blood vessels. هنا thread like يعني زي الخيوط يعني كأنها attenuated برضو. في retinitis pigmentosa markedly attenuated، يعني التلاتة دول يعتبروا attenuated.